لحظات فيلم كان يبحث والدي دائما على الأعمال التي تؤرخ الحرب. وهو الحقيقة كان عنده أكثر من مشروع حرب أكتوبر، يعني كان عنده قصة الكاتب الأديب الكبير جمال الغيطاني الرفاعي، كان عايز ينتجها. وطبعا الرفاعي معروف رحمة الله عليه إن هو كان عضو في المجموعة 39 قتال اللي قامت أعمال بطولية عظيمة إبان حرب الاستنزاف وأثناء حرب أكتوبر. الحقيقة مجموعة 39 قتال دي يعني تستحق تعمل لها أفلام وأفلام. كان حقق البطولات من ضمن المشروعات اللي بيحلم إنه يقدمها عشان يبين إن أولا حرب أكتوبر لم تكن حرب قام بيها إدارة واحدة أو جهاز واحد، قوات مسلحة البحرية والدفاع الجوي والطيران والمدفعية والمشاة والصعقة. حائط البطولات يبرز كافة البطولات. الفيلم ده الحقيقة منع، ومنع في عهد النظام السابق، لأن كان في عندنا وجهة نظر قاصرة جدا في النظام السابق، إن بما أن النظام السابق يعني كان له يعني بنتمي إلى إدارة محددة في القوات المسلحة، فكان يجب إبراز دوره، عشان كده يمكن رفض في الفترة دي. لكن أنا سعيد إن حائط البطولات بيعرض النهاردة على هامش مهرجان القاهرة. أتمنى إن الدولة تفكر بقى دلوقتي وأنا الأوان إن إحنا بجد نعمل أعمال حقيقية كبيرة تبرز بطولة المقاتل الجندي في حرب أكتوبر، لأن زي ما قلت هذه الحرب حرب جنود، حرب ناس ضحت بدمائها في سبيل تحرير أرض.